نشوف مع بعض ازاي نعمل البيكاتا بطريقة سهلة وبسيطة للي هم مش غاويين رنجة. بس اللي مش غاوي رنجة هيزعلني للأمانة بجد. اهي الرنجة مش محتاجة حاجة، ممكن تقدمي معاها سلطة الطحينة، ممكن تقدمي معاها كاتشب، مايونيز، تومية، زي كأنك بتاكلي الفرايد تشيكن او التشيكن كريسبي او الناجتس اللي الاولاد بيحبوها، زي ما انت حابة يعني. احنا بنوسع لها كده ونخليها عشان مخرجنا عايز ايه يدلعها. عينيا. زي الفل. تعالوا مع بعض نعمل البيكاتا. اللهم صل على النبي. نخلي ده هنا كده حلو، ونتبل البيكاتا مع بعض سريعا. تتبيله البيكاتا، شويه ثوم، عصره ليمون دي معانا، في حياتك اوعى تحطي اي دقيق او نشا في تتبيله هتقليها على النار، ده مهم جدا على فكره. هنحط هنا شويه بابريكا حلوين، والمقادير على الشاشه. تتبيله البيكاتا يعني ليمون، يعني مستردة، يعني زبدة. الزبدة هي أساس البيكات. هنقلب دول كده مع بعض. يا نعم. كريمة لباني زي الفل. تمام. هناخد الفيليه بتاعنا ده كده نحطه هنا. في حاجة بتحصل معانا مشكلة كبيرة لما نيجي نحمر البيكاتا يا شيف مغازي، في قلب الزيت في قلب الطاسة بتتهري مننا، نلاقي السمك الفيليه اتهرى. ليه يا اختي؟ لانك بتحطيش تخليش يفك. طبعا السمك الفيليه بتشتروه من اي محل بتاع سمك اللي هو المجمد اللي فيه ميه من جوه. نصيحه مني، لما تشتري سمك مجمد لازم انك انت تشتريه ايه؟ تسيبيه لما يفك بطبيعته. دي مهمه جدا على فكره. الخطوه دي مهمه جدا. هناخد الدقيق بتاعنا ده كده ونحط السمك الفيليه فيه كده بالشكل ده كده اهو، ونضغط عليها جامد اهي. اهو. كمان واحده. نفس الطريقة. ضغطة هي لوحدها بتفرد تحت ايدك. نفس القصة هنا. زيت شديد الحرارة. في طريقتين، يا اما نحمره زي ما حمرنا الرنجة مع بعض ويطلع من قلب القلية او من قلب الزيت يلاقي الصوص بتاع الزبدة والليمون والمستردة، يا اما يتحمر في نفس الطاسة اللي بنشتغل فيها ونعمل مكانها الصوص. تختاروا ايه؟ الطريقتين حلوين وبساط. فبصراحة أنا هحمره دلوقتي بالطريقة المبتكرة. عينيا زي ما احنا كده زي الفل. تمام. واحنا مع بعض كده سريعا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط الطاسة دي على النار. تعالي يا طاسة يا حلوة. نار شديدة ونحطها هنا. حلوة قوي. بنحط فيها شوية زيت زيتون، مكعبين من الزبده، والزبده بتساعد على الاحمرار سريعا اهو. ونسيب الزبده تسيح. ونسيبها تسيح ليه؟ هي هتساوي السمك لوحدها بالشكل ده كده. شويه زعتر عشان في نفس الطاسه دي هنعمل الصوص بتاع الزبده والليمون. ناخد السمك الفيليه بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هي دي الطريقه الصح لعمل البيكات. تنزل هنا زي الفل. كمان واحدة. بيكاتا، علشان اللي بيسأل على البيكاتا بتتعمل ازاي، سواء فراخ، سواء سمك، سواء شرايح لحمة. الزبدة لازم بالشكل ده كده، وسيبيها على النار انسيها شوية. مكان تحمير البيكاتا هنعمل الصوص بتاعنا اللي هو الزبدة والليمون والمستردة، اللي هو الصوص بتاع البيكاتا. هنشيل دي على جنب عشان مخرجنا عايز يشوف الرنجة اللي في الفرن. بيقول لي انت ناسيها، رنجة بالبرتقال. حلو الكلام. ونروق على الفرن كده زي الفل. نطلع الرنجة بالبرتقال مع بعض. نجهز طبق التقديم، نخليها هنا. عينيا. واشيل الطاسة دي من هنا. الله. تعالي يا حلوة، دي سخنة، خلي بالك يا عم الشيف. اوبا، نخليها هنا كده. هنقدم عليها الرنجة المشوية كأنك بتقدمي مشاوى عادي. مكانها حلو كده يا فاروق، ايه رأيك حبيبي؟ أي خدمة.
ايه الدنيا، ايه الحلاوه، ايه الجمال، اهو اهو كده كده اهو، شفت كده كانك بتعملي اومليت عادي، اهو اهو ياخد التقليبه دي كده اهو. في طريقه تانيه بتقطعيه شرايح بالشكل ده كده، هنزين بيه الرز دلوقتي اهو، حلو قوي. تقليبه، نرجع للبيكاتا بتاعتنا، اخبارها ايه؟ زي الفل. ناخد السمك اللي احنا حمرناه ده كده في طبق التقديم يا عم الشيف. بسم الله الرحمن الرحيم. استوى؟ اه طبعا استوى. صوص البيكاتا بتاعنا. السفره بتاعتنا النهارده متنوعه، بترضي الصغير وترضي الكبير، واحنا قاعدين زي الفل. خليه هنا، نخليه هنا. دي البيكاتا، كريمه لباني تنزل مكان السمك. اي 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 اوبا، هو ده هو ده. يا ويلي على الصوص ده، يا ويلي. هي دي يا عم الشيف، تقليبه تقليبه كده حلوه، واخد طعم الروزماري، طعم تحمير السمكه، مكان الدقيق اللي انا غلفت بيه السمك اداني قوام. اخلي بس شويه كده تغلي، رشه فلفل اسود، خلصت البيكاتا، سن البابريكا، هو ده بقى عندي صوص البيكاتا، عصرة الليمون، يا حلاوة، تقليبة حلوة، طبق جاهز بتاعنا، طبق التقديم يا عم الشيف، اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. حلقتنا النهاردة ببساطة، اوبا، سهولة، فكر طهوي، حقوق الطبع لدينا وبس، دي البيكاتا على طريقة المغازي، شريحة السمك خدت تحميرة بعد في ليفر وتتبيلة، نزلت في الزبدة بتعوم، بعد كده نزلت مع الكريمة اللباني والوايت صوص مخلوط بالمستردة والزبدة. اللهم صل على النبي، بجد عيد.